ثانك يو. يعني حب رومانسيه غرام انتقام فراق دراما اوفر كل حاجه موجوده يا جماعه في لايف ستايل كل المودز موجوده اذا ما بده يرجع بيرجع بالقوه. طيب يلا احنا هلا سمعنا غنيتك الجديده راجع، خبرينا اكثر عنها شوي لانه كثير حلوه. راجع هي اول شيء من كلمات الشاعر المبدع احمد غانم والملحن احمد بركات يلي هو ملحن كذا اغنيه لنصيف زيتون توزيع كوكو بي. هذا العمل يعني صراحه قدموا لي اياه وانا سمعته حسيت انه كثير هيك الستايل تبعي، هذا اللون انا كثير بحبه وبحس حالي انه يعني بابدع فيه. سو هيك صارت يعني ما اخذت كثير معنا وقت عملنا الاغنيه والكليب. اوكي بس هو بيبقى سر الابداع عشان نفسي افهم الاغنيه بالنسبه للمغني لازم يبقى عايش الحاله. يعني انت في حد راجع ولا ما فيش حد راجع؟ في شكلنا عم يحضر ايه بلعب شاطر كرمال هيك غنيتها من قلبي حلقة اليوم مولعة على الاخر. طب انا بسأل أولويز إبريل اللي هو الشيء أكثر شيء تحبه في إنتاج الموسيقى والدي جي. أكثر شيء بحبه بإنتاج الموسيقى هو إنه بقدر طلع شو أنا عم حسه بالموسيقى. يعني أنا كتير بواجه مشكلة ما بحب عطول أحكي أو أعبر عن مشاعري بالحكي فبعبر بالميوزك. طيب أنا عندي سؤال ليك. النهاردة أنت شايف الناس أو الشباب رايحين لنوع معين من المزيكا، يعني إيه أكتر نوع بيشد الشباب؟ أكتر نوع موسيقى بيشد الشباب هو الأشياء السهلة، الكلام السهل، the stuff that are easy to memorize. يعني كل شيء أنت سهل فيك توصله للشخص تحكي كل يوم مع العالم بيعلق براسهم. يعني على حسب المزيكا ولا على حسب نوع الكلمات؟ الكلمات والميوزك تلعب دور. يعني مثلاً for example تيرارا، مين ما بيقول كلمة تيرارا؟ أوكي. لا لا لا، مين ما بيقول كلمة لا لا لا؟ أنا أكثر شيء لا 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 تيرارا كل الوقت. حلق هيك كلمات كل ميمي هيك أصلاً نوع. لا 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 كل الناس في قصة للميمي. في بدعم غنية تانية سميها ميمي كمان حضرني نط. تبدأ من حرف الحرف. featuring ميمي. كتير مسعدنا فيكم اليوم. كل يوم يا ريت شكرا نورتونا والله حلقه بجد حلوه جدا جدا وبالتوفيق وجود لك لانه اليوم نسل كثير يلي ما سمع يسمع اكيد. طيب نورتونا ينفع انا بشكرهم كمان يا جماعه ابغى اشكرهم والله يا على وجودهم في الاستديو. للاسف انه انا ماني موجود بس انا متاكد انه انت ولعتوا الحلقه وولعتوا الاستديو ويعطيكم العافية وقصرتوا. إن شاء الله نشوفكم بأيام جاية ومشاهدين شو هالأصفر الحلو يا مؤيد. شكرا. للأسف يا جماعة وقتنا خلص والحلقة خلصت ونشوفكم في حلقة جديدة. سلام.